نتوما ما دينهاش فينا بحال ما كاينينش يعني في واحد الفتره. The best TV. مساء الخير الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات في موضوع جديد. هل الحكومة المغربية تطبق القانون على الجميع؟ واش هاد الحكومة اللي هي مفروض على أنها تطبق القانون وتطبق الدستور وتطبق المسائل باش كتبقى المصداقية لهاد الحكومة، وتبقى ملي كيطبق القانون على الجميع كيحترموه الجميع، بحال الكبير بحال الصغير، بحال القوي بحال الضعيف، بحال الغني بحال الفقير. انا بعض الاحيان كيدخلني الشك وكيدخلني الخيال، كنقول واش القانون دار من اجل الدراويش والمساكين باش يطبق عليهم من طرف هذه الحكومه. انا كنشوف بعض اللقطات على انه كاين بعض الناس اللي لا يطالهم هذا القانون ديالنا وهذا الدستور، ومحميين ما فهمناش حنا شكون اللي كيحمي هاد الناس. واحد الصحفي القادير، واحد الصحفي المحبوب عند المغاربه وعندنا، اللي هو السي المهداوي الرجل العصامي، قال واحد الكلمات غنحاول نسمعهم لكم بعد الاذن ديالو. نسمعوا لكم هاد الكلمات. يا الشعب وقضايا الوطن منشغلون بالتفاهه. السؤال اللي طرحوه هذا الصحفي الحر والنزيه، نحن بدورنا كنطرحوه، لما وصلنا اليه من اليوم. اليوم غنوجه واحد الرساله لواحد الشخص الذي يتشدق وتقبلنا الطبل ودنينا بواحد المصطلح حزب اغراس اغراس حزب اغراس. حنا بغينا نشوفوا هاد اغراس على ارض الواقع. ما شفنا هاد اغراس، ما شفنا لا اغراس ولا اغراس. بغينا نشوفوا هاد اغراس، نشوفوها. وبغينا نسولك السيد الوزير المحترم، وزير الاول، رئيس الحكومه المحترم، كنت درتو اول ما غديروا واحد اللقاء باش تدورو 100 يوم 100 يوم وجمعتوا البرنامج وجمعتوا القضايا والمشاكل، دابا خصكم تخدموا. دابا هادي عام ما شفنا والو، وقيلا تعاودوا عاود شي دوره عاود ديال 100 يوم عاوتاني باش تكملوا هاد اللي بقى في الحكومه 100 سنه. لا مرات وانا نفكروك السيد الوزير، كتفكر السيد الوزير غنفكروا لا فيكي ولا بوبولاسيون فين وصلوا. كان عندكم البرنامج ساريتو درتو كليتو اللحم بالبرقوق كليتو التفايا، فين وصل لا فيكي وفين توصل لا بيبيلاسيون وفين توصل العمل ديالكم؟ مازال ما كاين حتى حاجه. اليوم درنا هذا المباشر على سؤال ما يروج في المواقع الالكترونيه على ان وزير دوز صفقه الوزير. بغينا السيد الوزير المحترم، حنا عارفين ان كما قال واحد رضا الطواجني اللي في اكادير، واحد الرجل الشريف، على انه هاد الهاشتاغ وهاد الشيء اللي درنا نتوما ما داينهاش فينا بحال اللي ما كاينينش، ما مسوقينش. خصنا اذا نفكروا ونبتكروا شي حلول اخرى ناجعه اللي يمكن لها تسمع الاصوات ديالنا دائما في اطار القانون وفي اطار النظام وفي اطار المسائل اللي كتكون حبيه. دائما شي حاجه اللي غتكون بدون تشواش، بدون ان نديروا شي حاجه اللي غتسيء القانون وتسيئنا. اذا خصنا نفتكروا. اليوم بغيناك تهز الهاتف ديالك السي عزيز اخنوش وتتصل بهذاك الوليد المدلل ديالك السيد وزير بيتاس اللي هو ناطق باسم الحكومه ولا يفقه شيء، ما عرفت حتى حاجه كتوقع في الحكومه، غير يهضر معنا غير 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 ياكد لنا الخبر ديال ذاك الخبر. هذا الخبر هذا اللي هو يسائل ونسائل ونسائل، هل هذا القانون وهذا الدستور اللي في هذه البلاد السعيده اللي مفروض ان الحكومه تطبقه كيتطبق على الجميع؟ كاين روايات واشاعات وكلام. خصنا وزير ناطق رسمي باسم الحكومه اللي بعيده على المغاربه يخرج ويؤكد لنا هذا الخبر، واش فعلا هذا الوزير رابط علاقه ديال 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 التعامل مع المكتب ديال الويبي والقانون كيمنع هذا الشيء. واش هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح؟ تخليوناش حنا كنديروا الاشاعات وكنبتكروا من دماغنا وكنجيبوا افكار تقدر تكون وما تكونش. خرجوا غيبينوا لنا واش هذا الشيء كاين ولا ما كاين. واخا تكونوا في عطله
ديروا غير شي فيديو ولا شي حاجه وصيفطوه، قولوا لنا هذا الشيء راه ما كاينش من هنا، ولا قولوا لنا ان السويبي راه كاين فعلا، رغم ان المونطون فيه 10 مليون وخاص تكون غير مليون. لا بغينا غير شي واحد اللي يخرج غير كي كتكذبوا علينا وكتدافعوا على المازوت وليسانس ديال البومبات، وانكم مازال متشددين، انكم مازال ما بغيتوش تراجعوا. بغينا شي واحد يخرج ويأكد لنا الخبر، وباش نعرفوا حنا واش هاد البلاد القانون كيمشي على الوزير والفقير ولا كيمشي على الفقراء بحالنا. وكما قال السي المهداوي، الا دار شي واحد شي حاجه بسيطه كيتم الزج به. بغينا غير نفهموا، بغينا غير نعرفوا. حنا دائما كنقتدي ودائما كناخذوا المرجع ديالنا في شكل مسائل اللي هي هو خطاب سيدنا. دائما كندخلوا الخطاب سيدنا وكنعتمدوا عليه انه هو الحامي ديالنا، وبه كنقتدي. وبهذه الخطابات كيمكننا نهضروا ويمكننا نحميو راسنا من بعض اللي متربص دابا بجميع اللي كيهضر ينتظروا ابسط غلط اللي كي راكم عارفين شنو غادي يوقع. حنا دائما غنبقاو صوت الحق اللي ما كيخاف، اللي كيكون اللي كيهضر باسلوب حضاري بالقانون بدون تجريح بدون سب بدون اي. حنا حاضرين الحمد لله، عطانا الله واحد 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 لا كاباسيتي هي اننا عندنا الصفايه كنصفيو، يمكننا نهضروا معكم مباشره ونصفيو اي كلمه تخرج وتخرج هضره منطقيه. ودائما حنا ما عندناش مشكل مع الحكومه ولا مع الوزاره، لان حنا قلنا سابقا ان هذه الوزاره وهذه الحكومه راه عندها عينها سيدنا الله ينصره، عندها تعيين ديال سيدنا هو اللي معينها، ولكن حنا ننتقد في حدود المعقول، في حدود المسائل اللي كيسمح لنا بها القانون. فاليوم سؤالي وغنكرره، هل هاد البلاد السعيده فيها القانون كيمشي على الجميع ولا غير على الدراويش والفقراء والمظلومون وداك اللي مدمرين والناس اللي خارج التغطيه والناس اللي الفوق كبار يديروا اللي بغاو؟ وعلاش هاد البلاد فيها غير وزاره الداخليه؟ وبالخصوص كنأكد على ان التفاعل كيكون مع لي فيديو فيسبوك يوتيوب غير من طرف واحد الشخص النزيه اللي هو السي الحموشي. علاش كتشوف شي فيديو شي حاجه على الامن كيكون التفاعل دغيا؟ السي الحموشي كيتفاعل دغيا اما مع العناصر ديالو ولا ضدها ولا مع المواطن، الحاجه اللي داخل فيها الامن كلها كيكون التفاعل. وعلاش الباقي الوزراء فيديوهات ومشاكل وطبل كما بغيتي وهضر؟ علاش دابا السي الوزير ما تخرجش السي وهبي وتاكد لنا وتقول انا هادشي لا علاقه لنا به؟ كتهدد عباد الله انك تلتجأ للقضاء، وسير دعي داك جون افريك ديال فرنسا، وسير دعي انت المواقع ديال المغرب، ودعي الجمعيات اللي بغات تتفاعل، ودعي المغاربه، ودعي اللي صوت عليك، ودعي اللي ضدك في الحزب. اصدقكم القول اننا ولينا نعيش في العبث ونعيش في العشوائيه وفي التجاهل. التجاهل ديالكم يزيدكم ضعفا انتم ولا احزابكم. حنا لم نتهم كالسيد الوزير شحال، ولكن حنا قلنا كاين تفاعل في موضوع ان كاين اتهامات، بغينا تخرج انت ولا هذا الناطق الرسمي داك الدري الصغير وتاكدوا لنا واش هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح. لا حنا رحنا مغاربه ورحنا صوتنا عليكم ورحنا كتمثلونا بغينا ابينا او كرهنا ولا بغينا، وكتبقاو حكومه ديالنا بغينا ولا ما بغينا ولا كرهنا. فالمهم الرساله هي هذه بكل اختصار، والسؤال كنكرروا عده مرات، هل القانون في المغرب يطبق على الجميع من طرف الحكومه المغربيه برئاسه عزيز اخنوش والمكونات ديالو السي عبد اللطيف وهبي والسي نزار البركه؟